طبيب أريد طبيب حالاً. خير إن شاء الله، ماذا حدثتي؟ أختي في حالة إسعاف، حصلت له حديثة وهي ينزف كثيراً. لا تقلقي، هي تلك الطبيبة. يا طبيبة، إننا مرأة مصابة. إنها في حالة إغماء، وجروحها كبيرة. لا بأس، خذوه إلى غرفة عمليات، سيكون بخير إن شاء الله. Terima kasih. BTS-nya.